المغامرة أحيانا والداعشية السياسية والمدنية التي تحاول هي أن تملأ الفراغ عندما يكون هناك فراغ. حال ذاك اللي جاء قال لك كيدفع على الدرجة وقال لك القافلة تسير والكلاب تنبح، مع الأسف هو ما مسؤول، كون قلب الدرجة هو ما مسؤول، ما عنده موقع في الدولة، ما عنده موقع في الحكومة، ما برلماني منتخب، ما عنده مسؤولية في أي، ورغم ذلك يقول القافلة تسير. نعم القافلة تسير، سنعرف واش كيقول حتى هما مزيان، القافلة تسير والكلاب تنبح. هذه هي الداعشية السياسية، لأن فعلا إلى حنا اللي خصنا نقولوا ليه القافلة تسير والكلاب تنبح، حنا اللي خصنا نقولوها ليه. وغادي نرجع لهذه القضية ديالو، غادي نرجع ليه، حنا سنسير، قافلة الإصلاح ستسير، قافلة التشبث بالثوابت والدفاع عنها إلى النهاية ستسير.